إذا مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في هذا البث العاجل والمباشر من مدينة الدار البيضاء. في هذه اللحظات كيتم نقل الشاب حسني للمنزل ديالو، يعني وسط فرحة العائلة. يعني الشاب حسني الحمد لله كنبغيكم كاملين تدعيو معاه، الحمد لله على سلامته، والآن غاديين به القلب المنزل. شكرا للأب ديالو، شكرا للخال ديالو، شكرا للعمة، شكرا العائلة ديالو كاملين، يعني اللي كانوا واقفين معاه من الأول حتى لدابا، يعني ما خلاوش لحظة واحدة، ما خلاوش وما تخلاوش عليه. يعني جابوه من مستشفى موريزكو اللي مشاو تلاقى مع واحد الطبيب وقال لهم ما كاينش أمل، وسيروا دعيو مع ولدكم. يعني شكرا للمصحة الخاصة ديال فال فلوري اللي وفروا ليه كل هي حاجة خاصها الدواء، والحمد لله. شكرا لهم، شكرا للأطقم الطبية اللي كتواجد في هذه المصحة هذه اللي وفروا ليه الرعاية والعناية. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وشكرا لهم على المجهودات اللي قاموا بها. شكرا كذلك للجمعية التشاور، يعني اللي ربطنا بهم اتصال على قبل سيارة الإسعاف باش ينقلوا فيها الشاب حسني، ما ردوهاش لينا في وجهنا. ويعني كيف ما معروفين هما الناس كيديروا الخير، شكرا لهم بزاف. كنبغي نشكر كذلك المغاربه كاملين اللي بارطاجاو القضيه ديال الشاب حسني ورجعوها قضيه راي عام، والشاب حسني باذن الله غادي يتخات ليه الحق ديالو. رجال الدرك الملكي مشكورين حتى هما، يعني اللي واقفين على زمام الامور الصغيره والكبيره على يديهم، وباذن الله غادي يتخات ليه الحق ديالو. يعني كيسولوا فيه بالليل وبالنهار الشاب حسني، كيف ما سمعتوا معنا في التصريح اللي جا فيه كيقول لنا بان راه عنده الحريق في الراس، عنده الحريق في الراس وباقي كيشدوا الدوخه ما كيقدرش يهضر بزاف. الله يشافيه، الله يجيب ليه الشفاء، الله يجيب ليه الشفاء، الله يجيب ليه الشفاء يا ربي. ما عنده فهاد اثناء راه غادي به المنزل ديالو، غادي به المنزل. شكرا للمغاربه كاملين على دعواتكم، شكرا لكم كاملين. هذا الشيء بالفضل ديالكم، بالفضل ديالكم القضيه ديال الشاب حسني رجعات قضيه راي عام. يعني كبير صغير عارف شنو واقع لحسني، وكبير صغير باغي الحق ديال حسني يتخاد. يعني احنا معكم مشاهدينا في هذا البث المباشر لحظه بلحظه، يعني من اللحظه اللي جاوا المصحة خاصه وحنا معاهم، وكيف ما كتعودكم شوف تيفي قناه الشعب كتبقى مواكبه القضايا اللي كيهزوا الراي العام. يعني احنا راه معاه وما غاديش نتخلاو عليه حتى يتخاد الحق ديالو. يعني القضيه ديال الشاب حسني كل شيء عارف شنو واقع عليه، كل شيء متبع القضية، وكل شيء كيطلب الشفاء العاجل للشاب حسن. يعني كيف ما كتابعوا معنا هما الآن غاديين به المنزل ديالو، غادي نوصلوا مشاهدينا حنا على نهاية هذا البث المباشر. شكرا لكم بزاف مرة أخرى، شكرا لكم، تبقوا على خير.